أحد الصالحين الفضلاء من الدعاة في بلاد الحرمين، توفي قبل رمضان عن عمر يناهز 70، ربما يقترب من 80، ورأيت له تسجيلا وتصويرا قبل وفاته رحمه الله، يتحدث ويذكر الناس بالاستعداد لرمضان. فكان يقول هذا الرجل، يقول: أيها الإخوة في الله، أنا جاوزت 70 من العمر، والله لو سألتموني عما مضى والله كأنها شهر من سرعتها. فهكذا تمر أيام الدنيا، فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة، اجعلها طاعة لله تبارك وتعالى. استقم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، استقم على أمر الله، أثبت على دين الله جل وعلا، لا تتزعزع ولا تغير ولا تبدل. كم من المسلمين وكم من أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغربة قصروا وضعفوا عن دينهم وتخلوا عن إيمانهم، وبعض أبناء المسلمين نسأل الله عز وجل لنا ولهم الثبات والهداية، ربما تركوا الإسلام، بعضهم تركوا الإسلام وغيروا دينهم لأي شيء، لأجل هذه الحضارات ولأجل هذه الدنيا والمدنية، وهي لا تغني عنهم من الله شيئا.